الناس واقفين في الكرسي جالسين يشوفوه فين؟ هو صح؟ يعني انت لما تروح تقابل رئيس مجلس الاداره وتقول له معلش يا اخي رئيس مجلس الاداره يا اخي انا والله حصلت وانا ماشي لقيت انه في كرسي مكسور، وش شغل رئيس مجلس الاداره؟ هذا رئيس مجلس الاداره تكلم عن شيء بعد سنه، ايش بيسوي بعد سنه؟ هذا تكلم عن التشغيلين، ليش ما نجحتوا فيه؟ ليش ما سويتوا كرسي؟ صح؟ هذا اللي هنا يسوي شيء عجيب، ايش يسوي؟ شوف ايوه الحين، هذا اللي جالس هنا عنده المهام التاليه. خمس مهام، لاحظوا انه فين موجود؟ في الاعلى ايضا، واقف فوق الكرسي. بس عنده حاجه ثانيه. هذا ليش نسميه؟ دائما يقول لك اسمه القيادات الاشرافيه. ذكروا اسمه القيادات الاشرافيه، السبب عندهم خاصيه مرونه. هذول عندهم خاصيه مرونه، اسمع مهامهم. اول مهمه عندهم واحد عندهم شيء اسمه خماسيه نهار، خمس مهام. اول مهمه رقم واحد هم يصعدون يقفون مع الاداره العليا، اللي يروحون يقفون كذا مع الاداره العليا يقفون مع الاداره العليا وينظرون الى اهداف بعيده. الى رقم واحد عندهم اول مهمه عندهم التعرف على اهداف استراتيجيه بعيده المدى. هذا اول مهمه. لازم يعرف ما هي النظام الاداري، ما هي الخطه الاستراتيجيه، وما هي الناحيه الاداريه. لازم يعرفها. هذا شيء مهم. ليش؟ عشان يعرف احنا نستند على فين؟ احنا فين رايحين؟ اذا اول مهمه عندهم الصعود لمجلس الاداره والتعرف على اهداف استراتيجيه بعيده المدى. هذا واحد. اثنين راح ينزل فين يروح؟ شوف معي فين راح؟ راح ينزل ويجلس معنا مع التشغيلين. هذا اثنين يتعرف على الواقع وما هي نقاط القوة ونقاط الضعف في الواقع. يعني لازم ينزل تحت بعيد ايش نقاط القوة وايش نقاط الضعف؟ لأنه يا جماعة المشكلة أحيانا لو تحصل الولد هناك يتكلمون بطريقة ما لها حارمة جدا. بينما الواقع هنا ماله؟ مريء. الطلاب ما عندهم كيفات في مصر. وده جالس يتكلم يقول لي هو الحق معدلات التفوق والرياضي، ما في كيفات، ما في كيفات. هذا اللي ينزل فيه ماذا يفعلون؟ يراقبون ما مستوى اداء المعلمين الفعلي؟ ما مستوى الاداء الفعلي للمدارس؟ ينزلون فين؟ في الواقع. طيب بعد ما نزلوا سيعودون الى مكانهم. روح مستوى رقم ثلاثه تحليل الفجوه ما بين الواقع والمأمور. دول يحللون الفجوه ما بين الواقع وبين المأمور. هذا رقم كم؟ ثلاثه. خطوة أربعة، وضع خطة تنفيذية، اسمها كذا خطة تنفيذية سنوية، هذا يحط خطة مدة سنة. ماذا دورها؟ سد فجوة الأداء ما بين المأمول والواقع. يعني هو بيروح يقول المجلس الإدارة حبيبي أنت مجلس الإدارة تبغى تنفذ أن يكون عندنا رقم ثلاثة عندنا وضع خطة ثلاثة دي ولا أربعة؟ أربعة، وضع خطة تنفيذية لسد فجوة الأداء بين الواقع والمأمور. يضعون خطة تنفيذية لسد فجوة الأداء بين الواقع على الواقع وهذا المأمور. فهم يسمعوا في الإدارة يقول لك أنت تقول تبغى يصير عندنا يعني في مسابقات الخيمس نصل لمستوى رقم ثلاثة على منطقة الرياض. حلو؟ بس الواقع احنا أصلاً مدرسينا ما يعرفش أصلاً مسابقة الخيمس. خلاص احنا بنسوي لك هذا بس خلال كم؟ سنتين. ستيب تكون تتكلم عن ستيب؟ الكلام حلو، هذا ما يعرف ستيب يا حبيبي، ما يعرف وش سمعته اصلا. فاحنا السنه دي بندرب، السنه الجايه ان شاء الله بندخل مسابقه، السنه الثالثه ان شاء الله بنفوز. فاهمة؟ فهو يضع خطه ما لها خطه متدرجه، خطه تنفيذيه متمرحله. زي عندنا خمسه عنده الشيء الثاني، خمسه الاشراف على التنفيذ والتحفيز ورفع التقارير. هنا سأوريكم شيء، شو معي ماذا سيفعلون؟ لما يبدأ التنفيذ هذول القيادة الإشرافية لا يجلس لي هذا الكرسي ومسوي لي فيها برستيج، مدير المدرسة مسوي لي برستيج ما يمشي لي والوكيل ما يمشي والمرشد إذا جاء يزورنا يزورنا إنه ماله طاووس، لا يا أخي هو المفروض تحت لاحظوا معي اللي يسويها الآن هو المفروض ماذا يفعل؟ يروح يزور ويعطي خطاب للممارسات، يزور الممارسات ماذا يصير عنده دوره؟ خمسة عندنا خمسة الدعم والمساندة أثناء التنفيذ. يعني الناس لما يبدون ينفذون ماذا يفعل؟ يقدم الدعم والمساندة. وبعد ذلك يشوف ايش يسوي؟ يرفع تقارير عن الأداء يرفعها مجلس من؟ إدارة. يا مجلس الإدارة أنا رحت وصرت وشفت وجلست معهم ورفعت لكم الآن من؟ التقرير. هذا الواقع، هذا هو اللي يحصل. ولذلك هو يعتبر في هذا المستوى يعتبر كوتش. ايش يعني كوتش؟ مدرب اشرافي يروح احيانا يجي يزورهم ويدربهم، رقم خمسه عشان الناس اللي يحبوا يكتبوا، رقم خمسه دوره كالتالي
الإشراف والدعم والمساندة للتنفيذ وتقديم التقارير. خمسة، الإشراف والدعم والمساندة على التنفيذ وتقديم التقارير.